UNFM 91.2. Attachez vos ceintures. صباح الخير وصباح الورد. اي جماعة سيش معروف كان على الفواياجات واحنا في اتاشي فو سانتور مازال الوقت باش نسافروا مع بعضنا. ايا اتاشي فو سانتور وقيت الفواياج. هي احدى دول البلقان الواقعة في جنوب اوروبا، يحدها من شمال صربيا والجبال الاسود، ومن شرق مقدونيا واليونان، ومن الجنوب اليونان زادة، ومن الغرب يحدها البحر الادرياتيكي. هي اللي تعتبر عضو في الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا ومنظمة التجارة العالمية والمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهي أحد أعضاء زيد المؤسسين للاتحاد من أجل المتوسط. هي اللي تاريخها عظيم وكبير في النضالات واللي تعدى عليها واللي خلاها توصل اليوم ما نقوله كان بلاد وعليها الكلام. ومن بين نضالاتها بصماتها نشوفوا المخابئ اللي تبنيت في وقت حكم أنور خوجة تحسباً لغزو خارجي محتمل وقت الحرب. نتعدي توا ونشوفوا تمثيل لبطل من أبطال البلاد هذي، تمثيل اسكندر بيك أو سكاندي كما هما يقولولو، وهو نموذج شخصية رئيسية في المقاومة. ونهزكم زيدا باش تشوفوا أجمل وأحلى المواقع، ساحة تيرانا اللي اعتبرتها اليونسكو موقع أثري عالمي، وفما زيدة بحيرة جميلة وين النجم نعملوا قاعدة مزيانة في الطبيعة وناكلوا حويجة، بحيرة أوريد اللي هي اليوم تحت حماية منظمة اليونسكو، وهذا اللي مليها من قيمة تاريخية وطبيعية، وين زيدة يتلمدوا الناس في الويكاند يعملوا ترتيحة جو موزيكا. أي وعلى ذكر الموزيكا، تنقسم الموزيكا لعدة أنماط، منها ملامح الشمال البطولية، تهويدات عذبة اللحن، أغاني الحب، موسيقى الزفاف، وأغاني العمل، وعندهم زيدة أغاني شعبية. نهزكم توا المدينة الأكثر أهمية تيغانا، وين نشوفوا الفرقة الشعبية اسمها فرقة رجال شعبية اللي تعمل في موزيكا وستيل أصلي وتقليدي خاص للبلاد هذية. وأحنا نتمشي في وسط تيغانا ونشوفوا الناس واكتظاظ المدينة البسيطة اللي فيها كل شيء وبأرخص الأسعار، وين النجم نعملوا شوبينج وناخذوا اللي نحبوا عليه. ونشوفوا زيدا في ثنيتنا مسجد أدهم بي، مسجد مهم جدا يعتبر في البلاد هذية. هي اللي جت تسميتها يا جماعة من أصل لاتيني، هي وملا هي فواياج اليوم يا جماعة لألبانيا. يا للألبانيا attachez vos ceintures.